أعلن الاتحاد كرة القدم السوداني قيام مباراة القمة بين الهلال والمريخ في الدوري الممتاز في موعدها المحدد مسبقا يوم 23 من الشهر الحالي. وقالت اللجنة المنظمة باتحاد كرة القدم إنه لا اتجاه لترحيلها أو تأجيلها. وأوضح الفاتح باني أن مباراة الهلال في مجموعات أبطال أفريقيا لا تتعارض مع موعد مباراة القمة في الدوري الممتاز، وأضاف أن الوقت أمام الهلال كاف قبل مباراته في البطولة الأفريقية، ولم يستبعد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال الخرطوم أمام نظير هلال الفاشر المقرر لها 26 من نوفمبر بسبب اقتران مباراة الهلال في البطولة الأفريقية.